الموضوع راح يكون كمل عن تشومسكي نورمال فورم. اوكي، في الدرس السابق احنا حكينا كيف انه ممكن نتخلص من اللمدة، تمام؟ طيب خلينا نجي ناخذ مثال. اوكي، لو اجي حكى لك اس بيعطيني اي اس اي وبي اس بي واي وبي واي اي وايش بي بي. طيب هلا هاي لو اجي حكى لك حول لي هاي، اوكي، مثلا convert this CFG to CNF. اوكي، يعني حوليها من context free grammar حوليها لايش؟ ل تشومسكي normal form، على شكل او على شكل تشومسكي normal form. طيب هلا اول اشي، اوكي، احنا حكينا ايش بعمل اول ما اشوف مسألة؟ حكينا بتخلص من اللمدة، اوكي، واخذنا في الدرس السابق كيف انا ممكن اعوض اللمدة. اوكي، هلا انا المسألة هاي ما فيش فيها لمدة، اذا ما فيها لمدة خلص اوكي عادي ما عندي مشكلة، في لمدة بشيلها، ما في لمدة ما في مشكلة بكمل. طيب هلا انا ايش بدي اسوي؟ اول اشي ايش بروح بعمل؟ بحول كل، يعني واحد، اوكي، بحول كل نون تيرمينال الى عفوا، كل بحول كل تيرمينال، خليني بس طريق احسن، بحول كل تيرمينال، اوكي، with او مع نون تيرمينال. يعني ايش؟ يعني بحول كل النن تيرمينال اللي مع النن تيرمينال، يعني هاي مع النن تيرمينال. اوكي، يعني كيف؟ اذا مش شرط يكون مع النن تيرمينال، اوكي، ممكن يكون تيرمينال لحال، بس انا قصدي بحول كل التيرمينال، اوكي، بس انه اذا كان تيرمينال واحد بخلي، بس اذا كان اكثر من تيرمينال بدي احوله. ليش؟ لانه القاعدة عندنا بتحكي لي نون تيرمينال بيعطيني ايش؟ اكزاكتلي تو نون تيرمينال، اوكي، وبرضه نون تيرمينال بيعطيني ايش؟ تيرمينال واحد، برضه نون تيرمينال بيعطيني تيرمينال واحد. طيب فاذا انا طلعوا هلا شو اللي صار عندي؟ اللي صار عندي انه انا نون تيرمينال، اوكي، يعني البرودكشن انا بدي اخليه كامل، بدي اخليه يا بيعطيني اكزاكتلي تو نون تيرمينال او بيعطيني ايش؟ تيرمينال. طيب هلا انا كيف بدي اخلي هاي، اوكي، تصير اكزاكتلي تو نون تيرمينال؟ ايش بعمل؟ بحول النون تيرمينال لايش؟ بحول التيرمينال لنون تيرمينال. اوكي، يعني لو اجيت انا هلا حكيت له هيك اس، بدي احول النون تيرمينال هاي ايش؟ لتيرمينال، ايه عفوا، التيرمينال لنون تيرمينال، فايش حتصير؟ اي كابيتال اس، اي كابيتال، حولتها، تمام، حولتها، اوكي، لايش؟ لتيرمينال. تمام، هلا بنكمل. هاي ايش؟ بي كابيتال ده تصير، واس، وهاي برضو بي، الاي هاي بتضلها زي ما هي. ليش؟ لانه انا محققة عندي الشرط انه تيرمينال، ما عندي مشكلة تيرمينال هاي، ما عندي مشكلة. طب هاي تو تيرمينال، لا ما بيزبط، فلازم ايش اعمل؟ لازم احولها تصير اي اي. اوكي، هاي ايش بتصير؟ بتصير بي بي. طيب خلينا نيجي هلا ايش احنا نسوي. ال A هاي، اوكي، مش حكينا احنا النون تيرمينال اللي بيكون على اليمين لازم يكون على الشمال، فلازم انا ايش اعوض مكان ال A. اذا بدي اعوض مكان ال A ايش بدي اعوض مكانها؟ A small، اوكي، وال B capital اعوض مكانها ايش؟ B small، تمام. طيب هلا ايش بده يصير؟ هلا انا وياكم متفقين انه ايش؟ انه هاي بي،
اوكي ماشي. انا وياكم متفقين انه هاي ما عندها مشكله صحيحه، وهاي ما عندها مشكله صحيحه، وهاي ما عندها مشكله صحيحه، وهاي صحيحه. هل المشكله صفت وين؟ صفت في هاي وبهاي وبهاي وبهاي. هلا اذا كان عندي ثلاثه شو باجي بعمل انا؟ باجي لاحظوا شايفين هاي تو نان تيرمينال، هلا هو مسموح لي تو نان تيرمينال صح؟ ويعني نان تيرمينال بيعطيني تو نان تيرمينال. لو طب لو اجي احكي له هون، لو اجي احكي له R1 اوكي، لو اجي احكي له R1 بيعطيني SA اوكي، و R2 بيعطيني SB اوكي. ايش صار عندي هيك؟ باجي بعوض ال R1 هاي هون اوكي، خليني اجي احط له اياها هون R1، وهاي بعوض له اياها. ايش بتصير عندي؟ بتصير عندي R2 اوكي. طيب لاحظوا هلا ايش صار عندي هيك. هاي تو تيرمينال، تو نون تيرمينال، هاي نون تيرمينال ونون تيرمينال، صح هاي اوكي صحيحة. هاي تو نون تيرمينال، تو نون تيرمينال، اللي هي ايش؟ اللي هي بي وايش وار 2 اوكي تمام. هاي صحيحة، هاي صحيحة. هلا صف عندي هون انا ايش؟ تو نون تيرمينال، تو نون تيرمينال. في مشكلة فيهم؟ لا ما في مشكلة فيهم. فإذا هيك خلص. يعني ايش بتصير؟ بتصير اس، لو اجينا خلصنا هيك حكينا له ايش بتصير؟ بتصير عندي A R1 B R2 A B AA BB اوكي. وهون عندي A بيعطيني A و B بيعطيني B small، و R1 بيعطيني SA و R2 بيعطيني ايش؟ SB اوكي. طبعا انا ال R1 وال A وهذا اضفته من عندي، انا هدول ضفتهم من عندي، نون تيرمينال بضيفهم من عندي تمام. طيب لو اجي انا هلا اطلع حققت الشروط ولا لا؟ ما في لمدة اوكي صحيح. نون تيرمينال بيعطيني تيرمينال واحد او اكزاكتلي تو نون تيرمينال، تو نون تيرمينال، تو 1 1 2 2 1 1 2 2. فاذا هاي هيك صارت صحيحة، وهاي ايش؟ تشومسكي نورمال فورم. اوكي طيب لو اجيت على مثال تاني اوكي، اجيت حكيت له مثلا اس بيعطيني بي اي اوكي اي بي تمام، والاي بي يجي بيعطيني هون ايش؟ بي اي اي، هون ايش؟ اي اس اي، وهون ايش؟ بي اي بي 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 اس بي. طيب هاي فيها فيها لمدة؟ لا ما فيها لمدة. طيب ما في مشكلة، لو في لمدة بعوض عادي، ما في مشكلة، ما في لمدة عادي ما في مشكلة. بدي أبدأ يلا. هلا الاس لاحظوا كيف عندي أنا ايش؟ بدي أحولها هاي ايش؟ لكابيتال اوكي. طيب خلينا نجي نحولها لكابيتال. لو اجيت حكيت له أنا ايش الاس بتصير؟ الاس بتصير عندي أنا ايش؟ بتصير عندي لاحظوا هون هلا كيف. هلا بالمثال السابق أنا محل البي حطيت بي كابيتال، هلا مش لازم انا احط بي كابيتال، هي تيرمينال اي نون تيرمينال عادي تمام. هلا هون اذا بدي اعوض بي كابيتال، هي هون في بي كابيتال موجوده اوكي، فغلط ما بيصير، لازم اجيب نون تيرمينال مش موجود تمام. فانا حطيتها بدرس المثال السابق بي كابيتال عشان انه اقرب يعني للعاقل او للصوره تمام. طيب خليني اعوض مكان البي دبليو، ما عندي مشكله. لو جيت حكيت له دبليو اي، ومحل الاي لاحظوا كيف برضه في اي كابيتال، خليني اعوض زد اوكي، زد ايش؟ بي. اذا الاس هلا صارت فيش عندنا مشكله، تو نون تيرمينال، تو نون تيرمينال. طيب الدبليو والزد بدي اعوضهم، لو جيت حكيت له الدبليو ايش بيعطيني؟ بيعطيني بي، والزد بيعطيني ايش؟ اي سمول اوكي. طيب لو اجي هلا هون انا اجي احكي له على الاي كابيتال، هاي البي ايش بدها تصير؟ حكينا البي بدها تصير دبليو، تصير دبليو اي اي اوكي. طيب الاي هاي كابيتال ايش بتصير؟ حكينا زد كابيتال اس اي. طيب هاي فيها مشكلة؟ لا. هاي فيها مشكلة؟ لا. هاي فيها مشكلة؟ وين المشكلة فيها؟ انه شايفين الاي اي هاي اوكي، هاي الاي اي باجي بحكي له هون اي اي اوكي، وهون سمي لي اياها مثلا ار اوكي. فايش بتصير هون مكانها؟ بتصير مكانها هون ار، والار هاي بتعطيني ايش؟ اي اي. فاذا هيك ايش؟ راحت المشكلة من عندي. يعني هون
كانت ايش عندي انا؟ AA صح؟ ال AA هم ثلاثة هيك نان تيرمينال، انا بدي اخليهم تنتين، فشو رحت عملت؟ ضفت نان تيرمينال اوكي و AA تمام؟ فهون ايش راح تصير عندي هيك؟ راح تصير عندي اوكي لاحظوا كيف هون راح تصير عندي ايش؟ R. طيب لو اجيت هلا على البي، لاحظوا البي اي الاي ايش قيمتها؟ زد زد بي بي اوكي. البي سمول ايش صارت؟ دبليو دبليو نون تيرمينال واس نون تيرمينال، ما عندي مشكله. اذا هاي صحيحه وهاي صحيحه ضلت هاي. هاي ايش باجي بعمل؟ باجي بحكي له مثلا اكس اوكي اي اشي بي بي تمام، والزد هاي ايش بخليها؟ بي هيك بتصير زد اكس اوكي ودبليو اس وبي تمام، عوضت هاي مكانها هيك اوكي. فهي الفكرة مش صعبة يعني عادية، بس انه لازم تكون ايش انت يعني عارف الموضوع، والموضوع مش صعب بالمرة، موضوع سهل اوكي. هي فكرة ايش؟ انه انا اخلي يعني اذا كان عندي اكثر من نان تيرمينال، يعني انا فلنفرض مثلا اجى واحد حكى لي طب انا لو عندي مثلا يعني لو انا عندي مثلا كمان تنتين اوكي عادي ما في مشكلة، انا هدول التنتين بسميهم باسم وهدول التنتين بسميهم باسم اوكي. يعني هاي بسميها مثلا R1 وهاي بسميها R2 اوكي، هاي بتعطيني ايش؟ بتعطيني تو نون تيرمينال هيهم، والنون تيرمينال هاي ايش تعطيني؟ بتعطيني ال دبليو اي نون تيرمينال تنتين برضو صح، وهاي برضو صح تمام. في الفكرة مش معقدة يعني، اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس ويعطيكم الف عافية.